بنات. يلا يلا يا يار، يلا يلا اسحي اسحي، خدي سندوتش. يلا انت كمان خدي. يلا خلصي بسرعة. معلش انا النهارده جبت لكم جبنه من عند عم جابر، انا عارفه انكم ما بتحبوهاش عشان هي قديمه، بس معلش بنوعها النهارده. أنا أكتب في البطاقة بتاعتي مطلق؟ يعني متطلق ولا متجوز؟ أنا مش عارف إيه لازمة البيانات دي، وليه نمشي بيها كده في البطاقة أصلا؟ لازمة مش لازمة، مش هكتب مطلق أنا. خلاص يا سيدي روح اتجوز تاني. وتالت ورابع، بس وهي تحت إيدي وتحت رجلي كمان. يا جدع عيب تقول كده على أم بناتك. أنت بقيت عاطفي كده ليه يا عم النحنوح؟ لا نحنوح ولا نيلة. بس الحقيقة بقى لازم الواحد يتكلم باحترام على الست بتاعته، حتى لو متطلقين. أيوه أديك قلتها أهو، الست إيه؟ الست بتاعته. تونة بقى بتاعتي زي ما مراتك بتاعتك. وانا راجلها يعني بتاعها، يعني الراجل بتاعها. انا بقى مش بتاع حد، لا بتاعها ولا بتاع امها. اهو جالك اهو.